It's been less than a week since the deadliest mass shooting in American history. هل شاهدت أوباما وهو يقول هذا الكلام؟ لم تشاهده ولا نحن، لأنه ببساطة فيديو مفبرك. مرحبا بك في عالم الخداع الرقمي. لا تتعجب إن شاهدت نفسك تقول أو تفعل أشياء لا تعرف عنها شيئا. طور مجموعة باحثين في جامعة واشنطن عام 2017 محاكاة اصطناعية لأوباما باستخدام خوارزميات ذكاء اصطناعي صنعت نموذجاً ثلاثي الأبعاد قادراً على تقمص حركة فمه بعد تغذية البرنامج بأربع عشرة ساعة من مقاطعه المسجلة. Can we create a model like this for anyone? A model that looks, talks, and acts just like them. So I set out to see if this could be done, and eventually came up with a new solution that can build a model of a person using nothing but these. Existing photos and videos of a person. تقنيات الذكاء الاصطناعي أصبحت قادرة على التلاعب بمقاطع الصوت والفيديو، وصنعت ما أصبح يعرف بالفبركة العميقة Deep Fake، أو القدرة على الفبركة الرقمية للأصوات والمشاهد. طورت جامعة ستانفورد تقنية Face to Face القادرة على تركيب تعابير وجه شخص لآخر مباشرة عبر الكاميرا. We want to do this with like real video. So you want to take an existing video and you want to have an actor like reenacting that video, basically changing the motion of the characters in this video. أما باحثو جامعة ألاباما في برمنغهام فعملوا على برمجيات تقليد الأصوات مختبرين القدرة على اختراق منظومات التحقق من الصوت. استخدم الاختبار أداة FastVox لتصنيع الأصوات التي طورها باحثو جامعتي أدنبرا وكارنيجي ميلون، وتعمل على تغيير صوت المتكلم إلى نبرة صوت الضحية. وصلت نسبة النجاح في خداع أحدث منظومات التحقق إلى 90%. Lyrebird مثال آخر على برامج التصنيع الصوتي القادرة على تحويل أي نص مكتوب إلى مقطع بصوت أحدهم عبر تغذيتها بتسجيلات سابقة لا تتجاوز بضع دقائق لذلك الصوت. تعتمد هذه التقنية على ما يسمى بالتعلم العميق Deep Learning والشبكات العصبية الاصطناعية، أي تطوير خوارزميات تساعد الحاسوب على العمل كما الدماغ البشري. تقوم هذه الشبكات بربط مقاطع الصوت لتكون كلاماً مترابطاً بصوت ما. Artificial intelligence technology seems to be advancing very quickly. Should we be afraid? يمكن اليوم لأي مستخدم فبركة مقاطع كهذه باستخدام تطبيقات الديب فيك المتوفرة بسهولة على الإنترنت. دفعت مخاطر هذه التكنولوجيا وزارة الدفاع الأمريكية وعبر وكالة مشاريع البحوث المتطورة الدفاعية DARPA إلى محاولة تطوير تقنيات مضادة لكشف التلاعب الرقمي. Is the ability to manipulate video a threat to national security? I think absolutely. I think that's a very important national security concern. It can cause unrest, it can cause riots. Other nation states could even act on some of this stuff. فهل ستشعل تكنولوجيا الفبركة حروب الأكاذيب؟